صديق دييغو يستمتع. من دييغو شباب؟ السلام عليكم، معكم منذر من قناة Infinity Gaming، واليوم راح أكمل معكم الحلقة الثالثة من لعبة My Friend Pedro. بصراحة أنا استمتعت في الحلقة الثانية، ولكن هذه راح تكون الحلقة الثالثة. فاليوم أنا بدي صراحة أكسر هذيل الشباب اللي أنا جالس استمتع أني أسوي فليب 360 معهم وأقتلهم وأشيل رؤوسهم كلهم. فخلنا نشوف حلقة اليوم. طبعا نحن وقفنا آخر مرة في هذا البوينت، واليوم راح ننطلق مرة ثانية إلى انيميز. خلنا نشوف وش اللي راح يصير. طيب بيدرو جالس يتكلم معي، في خاطره شكله اشتاق لي كثير. اوكي وش جالس يقول؟ اوكي استرنا. اوكي جالس يقول انه في كان مسد. اوكي يعني الشباب جالسين في مطعم ومستمتعين وجالسين ياكلوا، فاحنا نحن رايحين ان شاء الله نخرب عليهم. فخلنا نبدا اليوم نخرب على الشباب اللي جالسين ياكلوا وما عزمونا حتى. يا شباب يا الله عليك، يا الله عليك، كميه 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 يا شباب. طيب هذا العبوش من ممكن نسويه؟ طيب اوه اعطوني رشاش. الحلقه الثانيه شباب اعطوني رشاش. خلنا نروح. يا ولد يا ولد الله عليك الله عليك، رشاش قوي يا شباب. والله ان الرشاش جبار شباب. ليش بالله عليكم ليش ما تعطوني خلاط وجلدهم؟ صح شيل شيل عليه شيل عليه شباب شيل عليه، مفاجاه لم يتوقعوها. طيب شيل 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 كلكم كلكم موتوا يا الله. والله اني جلدتهم شباب، مفاجاه بسيطه من محبيكم. الله 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 عليك. لا يا شباب ليش؟ بالركلات بالرشاش كله يمشي شباب. الله عليك، الحين عندي اثنين رشاش. خلنا نشوف ايش اللي راح يصير. اوكي اوكي جلدتهم والله. شيل ريلود شباب ريلود 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 شوي شوي شوي. انتظر انتظر شباب يا حبيبي، لما اقول لك اني جالس اسوي ريلود انتظر علي يا حبيبي انتظر علي. جالس اسوي ريلود. هلا والله هلا من 360 يا شباب. او اخوينا مات. ليش ليش يا حبيبي يا حبيبي روح اتدحرج. او للاسف نزل عليه. طيب فليب سلاب. صديق دييغو يستمتع. من دييغو شباب؟ اقصد بيدرو. اوه مع شويه ركلات لا يمنع لا يمنع الرشاش مع الركلات. طيب الحين كيف ممكن نسوي شباب؟ وش اسوي؟ اوكي اوكي جالك جالك يا حبيبي اثنين فوق. ليش 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 كذا؟ الدحرجة بسيطة الدحرج يا حبيبي. والله اني جلدتهم شباب، ولكن في ثلاث اشخاص ضد اثنين مع رشاش بسيط يحتاج له فليب فلاب. الله عليك يا شديد. طيب الحين عندنا اربعة اشخاص ضد واحد شباب، بصراحة لا ينصح ولكن لا يمنع لا يمنع. خلنا نجرب خلنا نجرب خلنا نجرب. حلوين 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 حلوين، خلصت عليهم في لمح البصر يا شباب. اوكي يحتاج فليب فلاب يحتاج فليب فلاب. اوكي 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 يحتاج يحتاج. والله ان هذا اللعب ولا بلاش، هذا اللعب ولا بلاش، وهذا يحتاج قليل من الفليب فلاب. اوكي يا الله يا الله بيدرو مستمتع معنا شباب. اوكي هنا في جدار، وش اللي ممكن نسويه؟ ادخل لك من الخلف. اوكي ليش ليش يا حبيبي؟ اي الله عليك الله عليك الله عليك كميه. والله والله انه اللعب ولا بلاش يا حبيبي. جالك يا حبيبي جالك يا حبيبي. خلنا نروح ونشوف صاحبنا هذا.
جالك جالك مع قليل من الفليب فلاب. من اللي مات شباب؟ من اللي مات؟ من اللي مات؟ فليب شباب! فليب فليب فليب! الله عليك! اتوقع كلهم ماتوا، كلهم شبع موت. اوكي خلينا نروح صاحبنا الخوينا هذا. الله عليك يا شباب، الله عليك يا شباب، فنان. اتوقع اني احتاج هذا. طيب احتاج هذا. اوه يا شباب يا ورا 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 ورا. طيب 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 حلو. احتاج اني اخذ الايمو، ما عندي ايمو، خضيت حياه. طيب وين الوجهه؟ اوكي اتوقع ان الوجهه من هنا. ليفل كومبليت يس. تتوقع حصل سي ولا بي يا شباب؟ سي. لماذا كل هذا اللعب؟ ولكن لا يمنع، خلنا نسوي استمرار ونكمل مره ثانيه ونشوف. اوكي actually maybe we should back to there. يعني never mind just since road. طيب هو يعني معطلنا فكرة انه يحتاج اني انا اروح ويعني ارجع لهم مرة ثانية لانه ما شبع موت، فيحتاج انه شبع موت. شباب ما كفهم الضرب هذا بصراحة. بيدرو معه حق. خلنا نروح، خلنا نروح ونستمتع. اشبع يا ولد. الله عليك كمية غضب. طرزان ويو. خلفي أمامي كل شيء يمشي يا شباب، كل شيء يمشي معي. الله عليك شقلبة 3 سك. واو شت. ولكن شلينا بركلة، شلينا بركلة صراحة. كان يبي ياخذ مني الحماس. لا يا شباب. طيب بيدرو مستمتع، بيدرو مستمتع. المهم بيدرو ايش قليلا. خلنا نشوفه وش جالس يسوي بالضبط. ايوه يا ولد، ايوه يا ولد، ايوه يا ولد. شيل عليه، شيل عليه، لا ترحم لا ترحم لا ترحم، شيل عليه. طيب خلنا نشل. واو واو ايوه خليك مثل الباتمان شباب. شيل. الله 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 الله، ايش هذا الابداع؟ ايش هذا الجمال؟ اوه 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 يا سلام عليك. شوف 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 التفنن، شوف التفنن يا ولد حبيب. والله هذا الولد ايش عليك ايش عليك ايش عليك. خليك كذا صام، لا ترحم. والله انه جبار، والله انه جبار. من عاوز مفاجأة؟ الله عليك يا شباب، الله عليك. والله انه لعبة فنان، والله انه فتاك. طيب الا نزحلط. يس وبكذا نكون قد انهينا هذه الحلقة لليوم واللي هو حلقة رقم 3 وحصلنا على بي. ممتازين صراحة. اتمنى ان الفيديو عجبتكم، واذا عجبتكم الفيديو لا تنسى تضغط اللايك وسبسكرايب وشير لتصلكم ما هو جديد. سلام.